بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المتابعين لقناة الكابتن علي جوف، هناك شيء هام جدا وخطير لا يتنبه إليه معظم الناس أثناء التعامل مع فيروس كورونا. ألاحظ أنه الكثير يلبس الكمامات ويلبس الجوانتي أو القفازات ويعمل المعقمات ويخرج إلى السوق. لاحظت أنه بعض الناس في الشوارع يخرج إلى السوق ويهتم بكل شيء ما عدا شيء واحد. هذا الشيء الواحد هو خطأ جسيم، هذا الشيء يؤدي إلى كارثة بمعنى الكلمة. راح أدخل في الموضوع. أحيانا طبعا أخرج إلى السوبر ماركت القريب من البيت لأشتري بعض الأشياء الضرورية. طبعا أنا خروجي نادرا يعني في هذه الأيام، فأنا ملتزم كليا بالحظر المنزلي. شاهدت التالي: أشخاص يلبسون الكمامات، يضعون القفازات على أيديهم، حذرين، معهم المطهرات والمعقمات وكل شيء، ولكنه يعود إلى البيت محملا بفيروس كورونا والعياذ بالله أحيانا. السؤال: كيف هذا الشخص يهمل شيئا مهما جدا وهو الحذاء؟ الحذاء أيها الناس هو الشيء الذي تمشي به على التراب، أحيانا تعبر به الشارع والشارع يكون فيه بعض الأوساخ. هذه الأوساخ قد يكون مرة مريض بالفيروس والعياذ بالله وبصق في هذا المكان، وأنت بكل حسن نية تقوم بحمل هذا الفيروس وتعود إلى البيت وتدخل المنزل وتذهب إلى الحمام وتغسل وجهك ويديك بالماء والصابون وتقوم بوضع المطهر والمعقم على يديك، وأنت أدخلت الفيروس مشكورا إلى البيت. فتضع الحذاء في داخل البيت فيتحرك الفيروس أو يتحرك فيروس كورونا وينقض ألاما في البيت بما فيهم أنت. إذن أيها الناس، أيها المتابعين، إخواني الكرام، يجب من الآن أن تهتموا أيضا بالأحذية. كيف نهتم بالحذاء؟ عندما تخرج إلى السوق وتعود إلى البيت يجب أن تضع الحذاء خارج المنزل أو داخل الباب من الداخل في الحوش. إذا ما في حوش تضع الحذاء في الداخل على بعد متر من الباب، وتقوم بتجهيز ماء مع نص لتر من الماء مع كلورايد او اي مطهر مثل الديتول او الكلوريكس او يفضل الكلورايد، وتضع هذا الحذاء داخل هذا المحلول، فتقوم بتعقيم الحذاء وتطهيره من الفيروسات. هذا شيء مهم وضروري جدا يجب الجميع القيام به، وهو تطهير الأحذية بعد العودة من الخارج إلى البيت وتعقيمها قبل إدخالها إلى الحمام أو إلى حجرات الجلوس وما إلى ذلك. يجب من الآن اتباع القاعدة التالية: أولا، عند العودة إلى المنزل تعقيم الحذاء.
2 وضع الحذاء في مكان بعيد عن أماكن الجلوس وأماكن الاستحمام وأماكن الطعام وما إلى ذلك. بمعنى إنه ممكن نعمل أحذية خاصة بالتنقل داخل المنزل، أحذية تكون معقمة، أحذية خاصة، أحذية منزلية، والأحذية الخاصة بالخروج تكون جنب الباب أو خارج الباب، ويتم تعقيمها فور العودة من الأسواق. هذا شيء مهم وخطير جدا، وإذا لم نتنبه إليه وسوف تحدث كوارث لا يحمد عقباها. كما تعلمون أن هذا الفيروس يختبئ في التراب، وقد يظل في التراب لأيام وساعات عديدة. فالتراب هذا يقوم بتغليف هذا الفيروس وحمايته، وأحيانا لا يتعرض هذا التراب للشمس فيظل المكان جافا ورطبا وفي ظل أيضا، وبالتالي فهو بيئة صالحة لبقاء هذا الفيروس في الأماكن. وعندما يأتي الشخص ويمر بقدميه في هذا التراب يلتصق هذا الفيروس بالحذاء وينطلق معك أولا إلى السيارة، من السيارة إلى البيت، وبالتالي يسيطر عليك وعلى عائلتك وعلى جيرانك سيطرة كاملة. فنصيحتي لكم أيها الأخوان من الآن وصاعدا، صحيح أننا نهتم بكل شيء، بالمطهرات، بالصوابين، بالكمامات، بالقفازات، لكن من الآن يجب علينا أن نهتم أيضا بأحذيتنا، وأن نهتم أيضا بإطارات السيارات، وخصوصا للإخوة الذين يقومون بإدخال سياراتهم إلى داخل المنازل. معظم السيارات يقوم بإدخالها إلى الحوش، حوش البيت، أيضا هذه الإطارات يجب أن تعقم قبل الدخول إلى المنزل. فشيئين مهمين ألخصهم الآن في هذا الفيديو، وهما الاهتمام بتعقيم الأحذية بعد العودة مباشرة من الخارج، وتعقيم الأحذية أيضا قبل الطلوع للسيارة. يعني يكون معك مطهر معقم داخل السيارة محطوط على قماش مبلل بهذا المطهر، أول ما تطلع السيارة يكون تحت قدميك تضع فيه الحذاء، فيتم تعقيم الحذاء من الأسفل. وعند العودة إلى المنزل أيضا يتم نفس العملية وإعادتها وتعقيم الحذاء قبل إدخاله إلى المنزل، ولا يتم إدخاله كليا، وإنما يتم وضعه قرب الباب من الخارج أو على بعد متر من الداخل. الشيء الثاني وهو الاهتمام بتعقيم إطارات السيارات، وخصوصا للأشخاص الذين يقومون بإدخال هذه الإطارات، هذه السيارات إلى المنزل. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نلتقي في نصائح قادمة عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا. تحياتي لكم.